قال العالم البكتيري وهو خبير بعلم الجراثيم. قال وهو يولج شريحة زجاجية صغيرة تحت المجهر: هذا مستحضر حيوي لبكتيريا العصية الشهيرة المسببة لمرض الكوليرا، جرثومة الكوليرا. حدق الرجل ذو الوجه الشاحب الذي نظر إلى أسفل في المجهر. من الواضح أنه ليس معتادا على هذا النوع من الأجهزة، ووضع يده البيضاء النحيلة على عينه الحرة وقال: إنني أكاد لا أرى شيئا. قال العالم البكتيري: المس هذا المسمار الملولب، لعل المجهر غير مضبوط البؤرة بالنسبة لك، فعين كل إنسان تختلفان إلى حد كبير عن أي عيون أخرى. أنت تحتاج للفة صغيرة في هذا الاتجاه أو ذاك. قال الزائر: نعم أرى الآن، لكن ليس كثيرا جدا على أي حال، مجرد خيوط قصيرة ومزقات طويلة ذات لون أحمر وردي. وحتى هذه الجسيمات الدقيقة وتلك الكائنات الضئيلة يمكن أن تتكاثر وتهلك مدينة بأسرها. يا لا عجب العجاب. ثم وقف وأخرج الشريحة الزجاجية من مكانها بالمجهر وأمسكها بيده موجها إياها تجاه النافذة، وقال وهو ينعم النظر في المستحضر الحيوي: إنه يرى بصعوبة. ثم تردد برهة وأردف: لكن هل هو حي؟ وهل يمثل خطورة الآن؟ قال العالم البكتيري: تلك الجراثيم تم تلوينها بالصبغ وقتها، وأتمنى شخصيا أن نلون ونقتل كل جرثومة منها في الكون. قال الرجل الشاحب وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة: أظن أنك تهتم بالحفاظ على هذه الأشياء التي لديك حية، أقصد في الحالة النشطة. بالعكس، نحن مضطرون إلى ذلك، فمثلا هنا. وعبر الغرفة وأخذ واحدة من مجموعة أنابيب مغلقة بأحكام وعبر الغرفة وأخذ واحدة من مجموعة أنابيب مغلقة بأحكام هنا يوجد هذا الشيء الحي، إنه مستنبت للبكتيريا المسببة للمرض. وصمت لبرهة وأردف: إنها كوليرا معبأة، إذا جاز طبعا هذا التعبير. رانت فجأة على وجه الرجل الشاحب مسحة خفيفة من الرضا، وقال وهو يلتهم الأنبوب الصغير بعينه: لقد أصبح بحوزتك كما أرى سلاحا مميتا. ولاحظ العالم البكتيري تلك المتعة السوداوية في تعبير ضيفه. فهذا الرجل الذي زاره بعد ظهر ذلك اليوم ومعه رسالة تقديم قصيرة من صديق قديم له، قد شد انتباهه بسبب التباين الواضح بين طباعهما: الشعر الأسود الناعم المسترسل، العينان الرماديتان الداكنتان، التعبير الشرس والعصبية، الاهتمام المتشنج الغريب للزائر بالجراثيم. كل ذلك يعتبر تغييرا جوهريا عن التروي البارد للباحثين والعلماء العاديين الذين يتعامل معهم العالم البكتيري بصفة أساسية. ولعله كان من الطبيعي في وجود شخص مهتم للغاية بالطبيعة المهلكة لهذا الجانب العلمي التصرف بقدر كبير جدا من المرونة والحذر. أمسك الأنبوب في يده وهو مستغرق في أفكاره وقال: نعم، هنا يسجن المرض الوبائي القاتل. ما عليك إلا أن تكسر هذا الأنبوب الصغير في مياه شرب جارية وتوجه حديثك لتلك الجسيمات فائقة الصغر من الكائنات الحية التي يحتاج المرء عادة إلى صبغها وتلوينها ثم فحصها بأقصى المجاهر قدرة على التكبير حتى يمكن رؤيتها، والتي ليس لها رائحة ولا طعم، وتقول لها: امضي في طريقك، انتشري وتكاثري وتضاعفي، واملأي صهاريج الماء وخزاناته. وعندئذ يسري في أرجاء هذه المدينة موت غامض لا يمكن تتبع خطواته، موت سريع ومروع، موت يمتلأ بالألم والهوان، موت نهم ينطلق هنا وهناك في بحث لا يتوقف عن ضحاياه. وهنا ستراه ينتزع الزوج من زوجته والطفل من أمه والسياسي من واجبه وعمله وكل العاملين والكادحين من مهامهم التي يطلعون بها.
وهذا الوباء يمكنه تتبع إمدادات المياه ومصادرها وحتى الزحف في الشوارع، ويعاقب أي منزل هنا لا يقوم بغلي ماء الشرب ثم لا يلبث أن يزحف إلى داخل آبار صانع المياه المعدنية ويتغلغل في السلطة التي نأكلها ويستقر كامنا في الثلج والجليد. وبإمكانه أن ينتظر حتى تشربه الخيول في أجرانها ومعالفها، والأطفال الغافرون من الصنابير وفوهات المياه العامة، وبمقدوره أن يتغلغل في التربة ليظهر من جديد في ينابيع الماء وآباره في آلاف الأماكن غير المتوقعة. فبمجرد إلقائه في مصادر المياه وإمداداتها، وقبل أن نستدعيه أو نقبض عليه مرة أخرى، فإنه ينجح في إهلاك المدينة بأسرها تقريبا. توقف العالم فجأة عندما تذكر ما يقال له عادة من أن نقطة ضعفه هي البلاغة وفن الخطابة، ثم استطرد: لكنه هنا في أمان بالطبع، كما تعرف، في أمان تام. هذا الرجل شاحب الوجه رأسه ولمعت عيناه وتنحنح، ثم قال: إذن هؤلاء المتمردون والفوضويون والأوغاد الحمقى هم في غاية الغباء لكي يستخدموا قنابل ومتفجرات في الوقت الذي لديهم فيه مثل تلك الأشياء، وأنا أعتقد. وفجأة سمع صوت طرقات خافتة بأظافر الأصابع على باب الحجرة، وفتح العالم البكتيري الباب وقالت له زوجته هامسة: لحظة واحدة يا عزيزي. عندما عاد إلى المختبر كان زائره ينظر إلى ساعته ثم قال: لم يكن لدي فكرة أنني أخذت ساعة كاملة من وقتك الثمين. الساعة الآن الرابعة إلا 20 دقيقة، كان يجب أن أغادر هنا في 3:30 بالضبط، لكن أفكارك الرائعة أثارتني حقا، ولا أظن أنه بوسع البقاء أكثر من ذلك، فلدي موعد في 4. غادر الغرفة مكررا شكره، وصاحبه العالم البكتيري إلى الباب، ثم قفل راجعا إلى مختبره من خلال الممر، وكان كل تفكيره منصبا على التحليل العرقي لزائره العجيب. فبالطبع هو لم يكن من النمط التوتوني ولا لاتينيا عاديا. وقال العالم مخاطبا نفسه: أخشى أن الرجل مصاب بمرض نفسي أو ما شابه ذلك، إذ كان يحدق بانبهار غريب في الجراثيم المسببة للمرض. وخطرت على باله فكرة مقلقة، فاستدار إلى المنضدة بجوار الحمام، ثم بسرعة إلى منضدة كتابية، ثم تحسس جيوبه في عجل وانطلق إلى الباب قائلا: لعلي وضعتها على طاولة حجرة الجلوس. وفي حجرة الجلوس صاح بصوت أجش: ميني؟ فأجابته زوجته على الفور: نعم يا حبيبي. هل كان في يدي شيء عندما تحدثت إليك يا عزيزتي منذ قليل؟ تريثت برهة ثم أجابت: لا شيء بالمرة يا عزيزي، لأنني أتذكر أن... صاح العالم البكتيري قائلا: يا للخراب الرهيب. واندفع يعدو كالمجنون إلى الباب الخارجي، وهبط كل درج المنزل بسرعة خارقة حتى وصل إلى الشارع. وعندما سمعت ميني صفق الباب بعنف، ركضت مروعة إلى النافذة، وفي الشارع كان رجل نحيف يهم بركوب مركبة أجرة، وكان العالم البكتيري يركض دون قبعته وهو مرتد خفي المنزل ويشير إلى تلك المركبة، وانزلق من إحدى قدميه الخف، غير أنه لم يأبه لذلك. قالت ميني تحدث نفسها: يبدو أنه أصيب بالجنون، يا للمسكين، كل ذلك بسبب هذا العلم البغيض الذي تخصص فيه. وفتحت النافذة لكي تنادي عليه، وعلى الفور لمحها الرجل النحيل، ويبدو أنه أصيب بنفس الحالة، فقد أشار بسرعة إلى العالم البكتيري ثم قال شيئا لسائق مركبة الأجرة الذي أغلق باب المركبة وألهب ظهر الحصان بالصوت، وانطلق الجواد يضرب الأرض بحوافره. وعلى الفور أوقف العالم البكتيري مركبة أخرى وبدأ يطارد العربة الأولى، وأسرعت العربتان وسط المشاهد المتحركة في الشارع، وسرعان ما تواريتا عن الأنظار عند المنحنى بآخر الشارع. أطلت ميني تحدق من النافذة برهة، ثم رفعت رأسها وأدخلتها في الغرفة من جديد. كانت مصعوقة مما حدث، وفكرت قائلة لنفسها:
الحقيقة أنه غريب الطباع دائما، لكن الركض هكذا في شوارع لندن وقت الزحام التجاري وهو مرتد خفا ليس شيئا عاديا. ثم خطرت في ذهنها فكرة سعيدة، وبسرعة ارتدت قلنسوتها وامسكت بحذائه ودخلت في حجرة الجلوس وأخذت قبعته ومعطفه الخفيف من على العلاقة، وأسرعت إلى الدرج وهبطت عليه، ثم أوقفت مركبة أجرة تصادف مرورها ببطء أمامها وقالت للسائق: سر في هذا الطريق، ثم حول هانلو كريسنيد، وتأكد من رؤية شخص مرتد سترة مخملية وعاري الرأس. ردد السائق كلامها: سترة مخملية وعاري الرأس، حسنا جدا يا سيدتي. وبادر السائق بضرب جواده بالصوت كعادته، كما لو كان يقود عربته إلى هذا العنوان في كل يوم. بعد بضع دقائق دهش جمع صغير من سائقي مركبات الأجرة والمتسكعين المجتمعين حول مأوى للسائقين عند هافرستوك هيل لمرور مركبة أجرة يجرها حصان بني اللون يسابق الريح، وظلوا صامتين حتى جاوزتهم المركبة. ثم قال رجل بدين معروف باسم أولد توتلز: إنها وآري إيكس، ولكن من الذي معه؟ قال صبي من سائس الخيل: إنه يستخدم صوته، إنه على صواب. قال العجوز الهزيل توسي بليز: ها هو مجنون حقير آخر، اللعنة إذ لم يكن كذلك. ثم استطرد قائلا: إنه جورج العجوز، وهو يقود عربته كالمعتوه كما ترون، إنه سيطير من عربته في يوم ما. إنني أعجب هل هو يطارد آري إكس؟ دب الحماس والإثارة في المجموعة المحتشدة حول مأوى السائقين، وصاحوا جميعا وكأنهم مجموعة من المنشدين: انطلق يا جورج، إنه سباق، سوف تلحق بهم، الهب ظهر الجوادي بالصوت. وقال الصبي سائس الخيل: إنه فرس، نعم إنه فرس. وقال توتلز العجوز: إنه يقود مركبته بطيش ورعونة، وسوف يلف المنحنى مرة أخرى بعد دقيقة، وها هي مركبة أخرى قادمة. لعل كل المركبات في هامستيد أصابها الجنون هذا الصباح. قال الصبي السائس: إنه جواد هذه المرة. قال توتلز العجوز: إن السيدة تتبعه، العادة أن العكس هو الذي يحدث، ولكن ترى ما الذي تمسكه في يدها؟ يبدو كما لو كان قبعة عالية. وعندئذ قال الصبي سائس الخيل: يا له من لهو لعين، 3-1 ضد جورج العجوز، وما الذي سيحدث بعد ذلك؟ جاوزتهم ميني وهم يقولون عبارات الاستحسان، لم يعجبها ذلك، لكنها أقسمت أن تؤدي واجبها، وانطلقت عربتها في شارعي هافسترول هيل وكاميدن تاون، وعيناها مركزتان تماما على المنظر الخلفي لعربة جورج العجوز الذي كان يقل زوجها الهائم على وجهه، والذي تركها دون سبب مفهوم. جثم الرجل الجالس في العربة الأمامية في أحد أركانها وذراعاه مطويتان ويده ممسكة بقوة بالإنبوب الصغير الذي يحتوي على كائنات دقيقة لها إمكانيات تدميرية مروعة، وكانت حالتهم مزيجا من الخوف والابتهاج. كان أساسا يخشى أن يمسك به أحد قبل أن يتمكن من تحقيق هدفه، لكن وراء ذلك ثمة خوف أكبر وأعظم من شناعة الجريمة التي أوشك أن يقدم عليها وفظاعتها، لكن الحقيقة أن ابتهاجه يتجاوز خوفه، إذ لم يقدر ثوري فوضوي قبله على الاقتراب من فكرة رهيبة مثل فكرته هذه. رافا شول وفيلاند وكل أولئك الأشخاص البارزين الذين حسدهم على شهرتهم تضاءلت الآن أهميتهم بجانبه، وكل ما عليه الآن هو أن يصل إلى مصدر التغذية بالمياه للمدينة، ثم يكسر هذا الأنبوب الصغير ويفرغ محتوياته في أحد مستودعاتها. لقد خطط للأمر بشكل رائع وزور خطاب التقديم وتمكن من الدخول إلى المختبر، وما أروع الطريقة التي اتبعها لاستغلال تلك الفرصة. أخيرا سوف يسمع العالم عنه، نعم يسمع عن الموت، لا شيء غير الموت. الجميع كانوا دائما يعاملونه على اعتبار أنه لا قيمة له، العالم كله تآمر لوضعه في هذه الحالة، وسوف يلقنهم الآن درسا انتقاما لعزلهم له على هذا النحو. لكن ترى ما هو هذا الشارع المألوف؟
بالطبع إنه شارع القديس أندرو العظيم. كم يخشى تلك المطاردة. أخرج رأسه من المركبة. كان العالم البكتيري على مسافة 50 مترا فقط خلفه. كان ذلك أمر بالغ السوء. إن الفرصة ستكون كبيرة لإيقافه والإمساك به. تحسس جيبه بحثا عن النقود ووجد نصف جنيه ذهب إنجليزي، وقذف تلك العملة من الفتحة الموجودة بأعلى المركبة في وجه السائق وصاح قائلا له: ولك المزيد إذا تمكننا من الإفلات من مطاردينا. انقض السائق على النقود في الحال كالصقر وغمغم: سأفعل ذلك يا سيدي. وأغلق الفتحة وأخذ يلهب جسد الحصان اللامع بكل قوته حافزا إياه للانطلاق بأقصى سرعة، وتميلت المركبة وهي منطلقة في طريقها. والفوضوي جاثم تحت فتحة المركبة ويده القابضة على الأنبوب الزجاجي الصغير تستند على الحاجز الجانبي لحفظ توازنه. وفجأة شعر بالأنبوب الصغير الهش وهو ينكسر، ونصفه الأسفل يسقط على أرضية المركبة. أطلق سيلا من اللعنات وتهالك على المقعد. حدق بفزع في نقطتين أو 3 نقاط من السائل سقطت على ساقي. ارتعد جسده وشعر ببرودة تسري في أوصاله وقال: حسنا، أظن أنني سوف أكون أول من يصاب. اللعنة، لكن ليحدث ما يحدث فسوف أكون شهيدا. نعم، إنها موتة غير تافهة، ومع ذلك فالحقيقة أنها ميتة قذرة، ولا أدري هل هي مؤلمة كثيرا كما يقولون أو لا. عندئذ خطرت فكرة على باله وتحسس بيده قدميه. كانت هناك نقطة صغيرة من السائل المهلك ما زالت باقية في قعر الأنبوب المكسور، وتجرعها لفوره لكي يتأكد. نعم، كان من الأفضل أن يتأكد. على أي حال فهو لن يفشل. واعتقد وقتئذ أنه ليس هناك داع لمواصلة الهرب من العالم البكتيري، فأمر سائق المركبة بالتوقف في شارع ويلينغتون، ثم غادرها مسرعا. وزلت قدمه على درجة سلم المركبة وشعر بشيء غريب في رأسه. إن سم الكوليرا هذا سريع التأثير. ولوح بيده لسائق المركبة وهو يختفي عن ناظريه، ثم وقف على الرصيف وطوى ذراعيه أحدهما على الآخر أمام صدره منتظرا وصول العالم البكتيري. كان ثمة شيء مأساوي في وقفته الغريبة. إن شعوره بموته الوشيك أعطى له مظهرا يتسم بشيء من الوقار والجدية، وحي مطارده بضحكة تعبر عن التحدي وصاح قائلا: تعيش الفوضوية. لقد تأخرت أنت أيضا يا صديقي، لقد شربته. الكوليرا الآن مطلقة الصراح خارج مختبرك. حدق العالم البكتيري فيه من خلال عويناته بفضول شديد وصاح: أنت شربته وأنت فوضوي؟ نعم، إنني أفهم الآن كل شيء. وكاد أن يقول شيئا آخر، لكنه سيطر على نفسه وضحك ضحكة خافتة بركن فمه، وفتح الغطاء المشمع للمركبة كما لو كان سيهبط منها. وفي تلك اللحظة لوح له الفوضوي بتحية وداع درامية، ثم خطى خطوات واسعة تجاه جسر ووترلو، وصدم جسمه المصاب بالعدوى بأكبر عدد ممكن من الناس في طريقه. وكان العالم البكتيري صارحا في أفكاره لمجرد رؤيته هكذا، لدرجة أنه لم يبدي أي دهشة تقريبا لظهور ميني على الرصيف وهي ممسكة بقبعته وحذائه ومعطفه، ولم يزد على قوله: أحسنت بإحضارك لأغراضي هذه. وظل مستغرقا في أفكاره المنصبة على ذلك الفوضوي المجنون الذي يبتعد باتجاه النهر. ثم أردف هو ما زال يحدق في الرجل المبتعد: يستحسن أن تدخلي في المركبة. اقتنعت ميني الآن أكثر من أي وقت مضى بأن زوجها قد أصابه خبل في عقله، وأمرت سائق المركبة بالعودة إلى منزلهما على مسؤوليتها الخاصة. وقال زوجها: أرتدي حذائي؟ نعم بالطبع يا عزيزتي. وكان السائق قد بدأ في طريق العودة، وحينئذ أخفت المركبة الشبح الأسود الذي يختال في مشيته والذي بدا صغير الحجم. ثم فجأة أصاب العالم البكتيري شيء غامض وبدأ يضحك قائلا: ومع ذلك فالأمر جد خطير. ونظر إلى زوجته واستطرد: أتعرفين؟
هذا الرجل جاء إلى منزلنا لكي يراني، وهو فوضوي أي إرهابي. لا لا لا، لا تفقدي رشدك يا عزيزتي، وإلا فلن أقص عليك بقية الحكاية. وأردت أن أثير دهشته، ولم أكن في الحقيقة أعرف أنه فوضوي، وأمسكت بمستنبت السلالات البكتيرية الجديدة التي كلمتك عنها، والتي تسبب المرض الذي أعتقد أنه السبب في ظهور تلك البقع الزرقاء على بعض القرود. وكالأبله قلت له إنها الكوليرا الأسيوية. وهرب الرجل بهذه البكتيريا لكي يسمم مياه لندن كلها، لكي يهلك هذه المدينة الحضارية عن بكرة أبيها. والآن ابتلع الغبي ذلك المستحضر الحيوي الموجود داخل الأنبوب، وبالطبع لا أعرف ما الذي سيحدث له، لكنك تعرفين أنها جعلت لون القطة الصغيرة أزرق، وكذلك فراء الكلب والعصفور كلهم أصابتهم بقع زرقاء لامعة. والمشكلة أمامي الآن هي مجهود إعداد المزيد من بكتيريا الكوليرا وتحمل بعض النفقات في سبيل ذلك. والآن هل أرتدي سترتي في هذا اليوم الحار؟ لكن لماذا؟ لأننا قد نقابل السيدة جابر؟ يا عزيزتي، إن السيدة جابر ليست هواء بارد، ولكن لماذا أرتدي سترتي في يوم حار من أجل السيدة؟ آه حسن جدا، لا بأس. تمت بحمد الله.